استرجاز ناخذ الاتصال. جابرييل خوري اكيد نحن باتصال مباشر بهالوقت مع جابرييل خوري نائب رئيس شبيبه العذراء بمشمش. وهالاحتفالات السنه باسبوع الالام فيها الام ومعاناه ووجع كبير، لانه الرئيس جونون اللي كان رئيس شبيبه العذراء بمشمش ضحيه بانفجار مرفق بيروت، واليوم هو يعتبر شهيد وقضى اليوم بمشواره اللي كان فيه رسم خط للإنسان المعطاء، للإنسان اللي هيك بالخدمة دايما وجاهز إن كان بالكنيسة أو إن كان بالحياة الاجتماعية. بدنا هيك على روحه نطلب الراحة على روحه، واليوم قديه من خلال صلاة ووجود العيلة والأقارب وبالكابيلا اللي نحطت على اسمه لجونون بعيد مار يوسف، نحن كنا مواكبين هذا الاحتفال اليوم منذكره دايما وأبدا، هو حملنا بصلاته ونحن حاملينه بصلاتنا. جابرييل بدنا نحييك. بونجور لكم وبونجور لكل اللي عم يسمعونا، وأنا بتشكركم على تواصلكم معنا. وأسبوع مبارك وأسبوع مقبول من الصلوات والاحتفالات، وكل نفس اليوم تقدم على مذابح الرب لأجل أنها ترتاح وتكون بأحضان الآب. أكيد. اليوم معك بدنا نعرف أكثر عن تحضيراتكم وعن نشاطاتكم، ومنعرف أنه رئيس شبيبتكم غاب بالجسد. أول شيء غصة كبيرة بقلوبنا أنه خسرنا رئيس شبيبتنا، خسرنا خينا جو، بس اكيد هو هلا عم يتشفع فينا من مطرح ما هو، خسرناه بالجسد بس باقي معنا بالروح، من خلال يعني يمكن ما فينا نشوفه او نتلاقى فيه بس فينا نتحد معه بالصلاه، ومن خلال هالكنيسه اللي انعملت بحد بيته بمشمش. يعني نحن على اني كل النشاطات عم نعملها جو موجود، جو عم بيصلي لنا، ومن هيك النشاطات اللي عم تنعمل صير نجاحها عم بيكون يمكن نروح لمرفقتنا من مطرح ما هي. هيك بدي ضوي على بعض النشاطات اللي عملناها واللي راح نعملها هالاسبوع. نعم. نحن الاسبوع الماضي كان عيد الام. بظل هالظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عم نمر فيها، وضع كورونا، الشبيبه بتحدد كل الظروف اكيد بالتنسيق مع عائله الاخويات والجمعيات بالضيعه، حبينا هيك نقوم بمبادره صغيره، كنا عم نوزع هدايا لامهات الرعيه. وخلال هالاسبوع رح يكون في رح تكون الشبيبه عم تقوم بالتحضيرات، تحضيرات بالكنيسه، تحضيرات للاحتفالات الليتورجيه اللي رح تكون اكيد بالتنسيق مع الابونا. في عنا الاربعة واربعة ايوب بصير في تبريك للذات وتبريك للعجين. يعني في كثير عالم يمكن ما تقدر تصال على الكنيسه بسبب ظرف كورونا، مش الكل رح يقدر يشارك بالاحتفال. الشبيبه رح تقوم بتوزيع الزيت والعجين وغصن زيتون مبارك من احد الشاعنين على كل بيوت الرعيه. نعم. واكيد في عنا الجمعه، اكيد رح يكون في تحضير لقبر المسيح، والخميس خميس الاسرار تكون الشبيبه عم بتحضر لساعه سجود بالكنيسة، وأكيد رح يكون القربان مصمود كل نهار بالكنيسة نهار الخميس. ونهار السبت أكيد سبت العيد أكيد تحضير مع الأبونا بالكنيسة للاحتفال، وهيك بيكون في ضيافة العيد بتقوم فيها الشبيبة، وأكيد كله بالتنسيق مع عائلة الأخويات وباقي الجمعيات بالرعاية. اليوم بنحكي عن دعوتكم كشبيبة داخل الكنيسة، وقديش مهمتكم شاقة بظل كل التحديات المحيطة فيكم، هل هالشي عم بيزيدكم إصرار وثبات أو ممكن يوقف مسيرتكم بمطرح من المطارح؟ أكيد بالنهاية الشبيبة هي مثل ما بيقولوا هي حركة حياة مسيحية، وفيها ثلاث بنود بتخلي الكون إنسان ناضج مسيحي بعمق ورسول بالمجتمع. يعني الرسول بالمجتمع يمكن هلا اني بهالايام نسمع هالضوضاء وهالضجيج ووباء وامراض واوضاع اقتصاديه صعبه، الرسول بالمجتمع مش ضروري يكون بالحكي او شيء، هو من خلال الافعال اللي قادرين نعملها، يمكن من خلال عمل صغير قادرين نوصل هالرساله الحلوه، رساله حب، لغه حب، لغه يسوع. من خلال نشاط صغير نقدر نعمله بيأثر
بيأثر على المجتمع، بيأثر على الرعية، هيك قادرين نكون رسل بالمجتمع. من خلال خبرتكم على أرض الواقع قديه اليوم عن جد متجاوبين وأنتوا مع بعضكم البعض، في ناس بترد عليكم وفي ناس بتدعمكم وفي ناس تكون إلى جانبكم؟ يعني كلنا يعني حيالله نشاط بنكون عم نعمله، يمكن كل الضيعة بتكون حدنا. أبونا رعية هون بدي وجه له تحية، أبونا طوني على طول دعمنا وواقف حدنا. وهون كمان بدي وجه تحية خاصة لعائلة جو يلي ولا نشاط عملناه من وقت استشهاد جو لهلا إلا ما كانت واقفة حدنا وعم تدعمنا كأنه جو بعده موجود بيناتنا. فالحمد لله بنعمة الله ما عم نواجه كتير صعوبات. نعم. وقادرين نتخطيها. قديش هيدي بتكون مصدر تعزية لعائلة جو ولعائلات كتيرة مثلهم خسروا أبناء ومن جراء انفجار 4 آب؟ قديش في من العائلات اللي عن جد خسارتها لا تعوض من ناحية الأرواح اللي زهدت؟ أكيد بالنهاية نحن أبناء الرجاء والقيامة، الفراق يعني صعب كتير وغصة بقلبنا نحن كشبيبة وكرفقات جو وكأهل جو. كيف إذا الأهل بحد ذاتهم خسروا ابنهم؟ يمكن هيدا الشيء هو بيعزيهم، يمكن هالكنيسة اللي انعملت لجو هي تكون مصدر عزاء لأهله. يمكن يطلعوا يصلوا بهالكنيسة يمكن يحسوا بوجود جو بيناتهم من خلال اتحادهم معه بالصلاة. وبعتقد هيك الأهل يمكن قادرين يتخطوا نوعا ما هالمصيبة الكبيرة اللي ألمت فيهم. جابرييل بدنا نختم نحن وياك بصلاة، صلاة منك كنائب رئيس شبيبة العذراء بمشمش وباسم الشباب اليوم، صلاتك كيف بترفع على الرب بهالأسبوع، الأسبوع المقدس العظيم؟ أول شيء يمكن هلأ نيب بلشنا أسبوع الألام، يمكن كتار منا عم يتألموا، كتار منا موجوعين، كتار منا مرئين بظروف كتير صعبة. بس نحن هيدا الأسبوع هو أسبوع الألام، بس بآخر هالأسبوع رح نوصل للقيامة وبإذن الله إن شاء الله نوصل مع يسوع عبر الأمان. أمين. ما بعرف وإذا بدك فيه أختم بصلاة صغيرة أكيد كمان. يلا منختم نحن وياك بالصلاة، تفضل. صلاة الشبيبة إذا تفضل. أكيد تفضل. أيها الآب القدوس، مبارك أنت مع ابنك يسوع نور حياتنا وخلاصنا، قدسنا نحن شبيبتك بالروح القدس واجعلنا خداما حافظين لكلمته على مثال أمنا العذراء مريم وشهودا له في بحر هذا العالم. ثبتنا في محبتك فنكون أشرعة سلام وبحارة في بيعتك، لك المجد إلى الأبد. أمين أمين أمين. الله يقدركم تكونوا فعلا أشرعة سلام. قديه اليوم مطلوب ومهمة ومسؤولية كتير كبيرة على عاتق شبيبة اليوم، شبيبة هذا العصر. بنحييك جابرييل الخوري وبنشكرك. أنا بدي أتشكركم كتير وبدي أتشكر تلفزيون تشاريتي هالإذاعة اللي عم توصل لغة يسوع، لغة المحبة لكل العالم. شكرا لكم. شكرا والله معك. شكرا والله معك، وأسبوع مبارك عليك وعلى كل المحيطين فيك.